من ضمن التحويل انا برضو ممكن احول لكومبلكس. ازاي احول عددين انتجر مثلا او انتجر وفلوت او فلوت وفلوت لكومبلكس؟ عادي جدا. ازاي؟ هعرف مثلا متغير اسمه ايه واحطه جواه 20، ماشي، واعرف متغير اسمه بي واحطه جواه 10 ونص، مفيش مشكله، او 10 او ايا كان يعني، او نص، عادي جدا، مش اي مشكله خالص. طيب لو عايز احول دول لكومبلكس اعمل ايه؟ هقوم قايل له والله كومبلكس اوف اي وبي، اهو كومبلكس كومبلكس اوف اي وبي، ادي له اول متغير اللي هو ايه، والتاني متغير اللي هو مين، اللي هو بي. طب هتحولهم وتحطهم فين؟ هحطهم مثلا في متغير اسمه اكس. كويس جدا، يبقى دلوقتي اكس بقى عباره عن ايه؟ عباره عن كومبلكس. طيب لو انا عايز اطبع قيمه الاكس، كل اللي هعمله هقول له برنت اهو الطيب. لو انا عايز اطبع بقى الطيب بتاع الاكس هقول له برنت مين؟ الطيب بتاع الاكس. حلو كده، هيظهر لي الطيب بتاع الاكس. يبقى اكس عباره عن ايه؟ كلاس كومبلكس، معناها ان اكس بقت ايه؟ اكس بقت كومبلكس. طب لو انا عايز اشوف بقى قيمه الاكس هقول له برنت مين في الحاله دي؟ برنت اكس. لما اقول له ران هيقول لي دي اكس عباره عن ايه؟ بص 20 زائد 10 ونص جي، مش ده الكومبلكس نمبر اللي هي الارقام المركبه اللي احنا اخذناها قبل كده؟ هو ده. طيب في حاجه برضو، لو انا عندي رقم مركب والرقم ده انا عايز استدعي منه الرقم الحقيقي فقط او التخيلي فقط، اقول له ايه؟ خد بالك اكس في الحاله بتاعتنا دي هي عباره عن الكومبلكس نمبر، واللي فيه مين؟ واللي فيه التخيلي والحقيقي. عارف لو انت جيت هنا قلت له برنت اكس دوت ريال دوت ريال، معناها انك بتقول له ايه؟ انا عايز فقط الجزء الريال من اكس. ورن اهو قام قايل لي كام؟ قايل لي 20. طب لو انا عايز الايماجنري هقول له هات لي الجزء اللي هو مين؟ الجزء اللي هو ايماجنري، وهقول له رن، هيقول لي ده الجزء اللي ايماجنري عباره عن كام؟ 10 ونص. ولو انا خليت الريال مثلا ب 100 والايماجنري مثلا بربع، وقلت له قبل دي حتى ممكن اقول له هات لي الايماجنري اهو رن، هيقوم قايل لي ده الايماجنري بكام؟ بربع. لو رجعت تاني وقلت له هات لي الريال، المفروض يقول لي بكام؟ ب 100، هيقول لي ب 100. كويس جدا جدا. طيب لو عايز احول قيمه معينه لمتغير ثنائي او باينري اللي هو ترو او فولس، قال لك هستخدم الامر اللي اسمه بي اي ان او باينري، اللي هو ازاي؟ هقول له مثلا بي اي ان، انا عايز احول مثلا قيمه الاي اللي هي 100 دي لقيمه باينري، يا ترو يا فولس، تمام كده؟ طيب هقول له باينري، باينري اوف ايه؟ لمين؟ للاي. طيب هيحول الاي باينري ويحطها فين؟ يحطها مثلا في متغير اسمه تي، تي بتساوي باينري اوف ايه، هو كده حولها لمين؟ حولها لباينري. طيب لو انا عايز اعرف نوع التي في الحاله دي اقول له ايه؟ اقول له برنت، برنت مين بقى؟ التايب، عايز اعرف نوعها، التايب اوف مين؟ التايب اوف تي. كويس جدا، لما اقول له برنت التايب اوف تي واقول له ران، هيقوم قايل لي ده التي عباره عن ايه؟ التي هي عباره عن سترنج. التي عباره عن ايه؟ عن سترنج. ليه؟ هيقول لي انها سترنج لانه حول لباينري اللي هو زيروهات وحايد، والزيروهات والوحايد في الحاله دي كلها سترنج. لكن لو انا عايز اعرف قيمه التي بكام بقى؟ هقول له برنت التي. هقول له مين؟ هقول له برنت، هقول له التي. شوف هيقول لي ايه لما اقول له هات لي قيمه التي، هيقول لي التي اهي دي القيمه بقى. ليه؟ خد ال 100 وحولها لسترنج من الزيروهات عشان كده لما قلت له الطيب ما قاليش ده الطيب ده بوليان ولا انتجر ولا ايه، لا ده الطيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن سترنج. ليه؟ لانه خد ال 100 حولها لمجموعه من الزيروهات والوحدات، طبعا بقى 0 و1 لغايه ايه اللي هي ايه وبي وسي ودي اللي هي، حلو جدا. لما حولها بقى لما اقول له هات لي برنت التي، ادي قيمه التي اهو، الطيب بتاع التي الطيب بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن سترنج. يبقى انا اقدر اخد
الانتجر فاليو دي احولها للباينري فاليو المقابل ليها اللي هي الزيروات والوحايد والحاجات دي، اقدر اطبع التايب بتاعها واطبع الفاليو الجديده بتاعت المتغير الجديد بتاعي. كمان ممكن لدالة البوليان انها تقرا نص او رقم ولو كان فارغ او زيرو يديله فولس. ازاي؟ انا ممكن اقول له مثلا اكس بتساوي بول اللي هي بوليان يعني، واقول له بوليان اوف مثلا كام؟ بوليان اوف 10. تمام كده؟ كويس جدا. يبقى خد بالك لو انا بقول له اعمل لي او برنت التايب اوف اكس، هيبرنت التايب اوف اكس كما لو كان بوليان. قيمتها بقى هتبقى يا ترو يا فولس. ترو لو انا مدي للفانكشن اسمها بوليان دي اي قيمه غير الزيرو او الفاضي، اي قيمه غير زيرو او فاضي. يبقى لو جيت هنا مثلا قلت له برنت التايب بتاع الاكس ورن، هيقول لي والله دي اكس ديت من نوع ايه؟ من نوع بوليان. طب ما هي قيمه الاكس بقى؟ برنت الاكس، هيقول لي اكس ده ايه؟ يا هيقول لي يا ترو يا فولس. ترو لو كانت القيمه اللي انا مديها للبوليان دي اي قيمه غير الزيرو او فاضي، اي قيمه غير زيرو او ايه؟ اي قيمه غير زيرو او فاضي. مثلا لو بدل 10 ديت قمت مديله مثلا 25 ورن، هيقوم مديني برضو ايه؟ ترو. النوع بتاعها بوليان لان انا قايله بوليان. طب القيمه هتبقى ترو او فولس لان البوليان بيشيل قيمتين اتنين، يا ترو يا فولس. حلو. طب لو كانت ال 25 دي مثلا 2 5 7 مش عارف ايه، هيقوم برضو قايل لي ايه؟ قايل لي القيمه ترو. طب حلو جدا. طب لو خليت ديت زيرو، لو خليتها زيرو قمت قايل له رن، هيقوم قايل لي خد بالك فولس. هيقوم قايل لي القيمه دي ايه؟ القيمه دي فولس. طيب لو خليت مثلا مكان زيرو ده احمد او خليل كي اتش اي ال اي ال وقلت له رن، هيقوم قايل لي ايه؟ ترو، لان هو شايف الاسترنج، شايف الاسترنج خده حوله البوليان، وبالتالي قيمته هتبقى طالما موجود يبقى القيمه ايه؟ القيمه ترو. طيب لو جيت هنا قمت قايل له فاضي وقمت قايل له رن، ايه اللي حصل؟ اداني فولس لان انا اديته قيمه فاضيه. يبقى اي قيمه هبصيها للداله اللي اسمها بوليان وهيديني القيمه ايه؟ هيديني القيمه ترو. لو اديته زيرو او فاضي هيديني ايه؟ هيديني فولس. يبقى كده النهارده اتكلمنا على مجموعه المتغيرات اللي هي موجوده عندنا، شفنا الانواع المختلفه من المتغيرات وازاي احول من كل واحد منهم للتاني. ان شاء الله هنكمل المره الجايه على حاجه جديده.